انا اتوقع ان شاء الله ان ده فعلا هيحصل، لانها جميله جدا 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 وتستحق يعني كل الخير وتستحق حفلات اجمل واجمل، وان شاء الله دايما نكون متواجدين. امتعينا النهارده تمتعي الجمهور بايه؟ كل اللي نفسهم فيه، هنغني الورده وهنغني ام كلثوم طبعا، وهغني فيها حاجه حلوه واغاني وطنيه يعني كذا حاجه ان شاء الله. حضرت ازاي للمهرجان يا فنان؟ عملنا بروجرام طبعا بحاول اجمع فيه كل اذواق الناس طبعا اللي يرضي الجمهور، ويا رب كل اغنيه اخترناها تعجب الناس باذن الله. فيها حاجه حلوه كانت نقله بالنسبه لك، هل ممكن نلاقي اغنيه بنفس السياق او النسق بتاع اغنيه فيها حاجه حلوه الايام اللي جايه؟ اكيد طبعا ان شاء الله باذن الله بنحضر لحاجات. انا اخر حاجه كنت عملتها اغنيه جاي على بالي كانت في مسلسل راجعين يا هوا في رمضان، والحمد لله حازت اعجاب الناس جدا الحمد لله، كلمات سلمى رشيد ولحن الموسيقار الكبير خالد حماد. وعملنا كمان اغنيه جميله اسمها قبل ما انام، كلمات الشاعر الجميل سلامة علي ولحن الملحن وليد منير. وكل ده طبعا بنحاول ان احنا نعمل حاجات تليق بذوق الجمهور وتعجب. ان سلمى من السويس. طبعا سلمى حبيبتي والله شاعره جميله جدا جدا. سلمى من تعتبر بنت الاوبرا المصريه، شايف ازاي النهارده حضورك في حفل الختام والاول مره في مهرجان السويس؟ والله انا بتشرف دايما ان انا اكون موجوده في ختام مهرجان كبير زي مهرجان السويس، ويعني حابه من خلالكم اشكر طبعا معالي الوزيره الدكتوره ايناس عبد الدايم وسياده محافظ السويس ان هم اتاحوا لي الفرصه الجميله دي اني اكون معاكم مع احلى جمهور في الدنيا. في تترات جايه؟ في تترات المسلسل جايه؟ انا كنت لسه عامله جاي على بالي ان شاء الله بقى التترات، لو في حاجه جديده اكيد هقول. انا دايما كل فتره لازم بعمل سينجلز كتير الحمد لله، وان شاء الله اللي جاي كله تعرفوا بيه. هي جاي على بالي. بالظبط. فيها حاجه حلوه. ربنا يخليك، انتوا احلى. ميرسي جدا. شكرا.